حاجة تليفونك اعمله لي. مين؟ ما عرفت الرقم. طيب تفضل. الو مين؟ اهلين اهلين نادر. لا حبيبي ماني زعلان. انت حر، فيك تعمل اللي بدك اياه. شوف حبيبي، انا بدي اياك تفهم انه انا ما كنت اقسى عليكم انت واخواتك الا لانه بدي اشوفكم قد حالكم واقدر اعتمد عليكم، فهمت علي؟ شوف لك ابني، انا بجوز زودت عليكم احيانا، بس انتوا كمان كنتوا عم تخبصوا خبصات كبيره ما بتليق فيكم، ما بتليق بمقامكم. هاي سعيد وعماد بلشوا يحطوا عقلهم براسهم. ابراهيم؟ ابراهيم بشغله، يعني بيتابع شوي. انت شو عم تعمل بمصر؟ ايه طيب منيح، يعني هلا انت مستقر هنيك؟ ولك شبك ما عم تفهم علي انت؟ عم اقول لك انت كبير وبتقدر تعمل اللي بدك اياه، اللي براسك تقدر تعمله. نادر انا بدي اسالك سؤال، ممكن تقول لي هديل شو عملت معك لحتى عم بتطلقها؟ ولك انت يا ابني، ولك انت نسياني انه في عندك اولاد؟ طيب 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 لشوف، يلا مع السلامه.